هنا على بعد 2300 كيلومتر عن عاصمة الجزائر في مدينة جنت أيقونة الصحراء الجزائرية، أجمل مغيب للشمس في العالم، مواقع أثرية ومتاحف تنتصب شامخة في الهواء الطلق لتنبض جدرانها بالحياة وتروي العطش من الباحثين عن السلام والراحة النفسية وتحكي لهم أسرار حضارة ضاربة في القدم وخبايا إنسان مر يوما من هنا. نشعر بالسلام الداخلي والراحة التامة مع الانفصال عن ضغوط الحياة، بحثاً عن الهدوء وتعلم أشياء جديدة وشحن الطاقة للتمكن من استعادة القوة المطلوبة لمواجهة مصاعب الحياة. قبلة يقصدها الزوار من كل حدب وصوب، ومحج سياحي ساحر يأسر أنظار آلاف الزائرين الأجانب، خاصة بعد التسهيلات الأخيرة التي باشرتها السلطات الجزائرية والتي مكنت السياح من الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى جنوب البلاد. وزارتا السياحة والداخلية فتحتا التأشيرات نحو الجنوب في المطارات مباشرة بدءا من اليوم في مطار جانت. السياح يتحصلون على التأشيرات في عين المكان، وهذا يفتح خطا أكبر للسياحة من أوروبا إلى الجنوب. سحر الصحراء الجزائرية يفتح شهية زائريها للعودة إليها مجددا، فزيارة واحدة لهذا المكان لا تكفي لبل رمق السياح المتعطشين لأجواء المتعة، فإن كنت واحدا منهم فحتما ستناديك رمالها الذهبية مرة أخرى للغوص في أعماقها مجددا. يكفي أن نأتي إلى جانت مرة واحدة لنرغب في العودة إليها. هذا بالضبط ما حدث لي، أتيت إلى هنا مع صديقين وتنتابهما رغبة واحدة فقط، وهي العودة في أسرع وقت ممكن. الجزائر بلد آمن استقبلنا بحب وبحرارة. أرغب في المجيء إلى هنا بصورة متكررة لكي أعيد شحن طاقتي، سأحتاج إلى ذلك، وبعدما تعرفت على المكان أعتقد أنني سأفعل ذلك بانتظام. هنا جانت، هنا السحر والمتعة، لوحة فنية رائعة تعكس جمال الطبيعة وإبداع صنع الخالق، عالم آخر يغوص في عمق التاريخ ليلامس قاصدوه المعنى الحقيقي لشعور الدهشة والانبهار.